أنا سيدة ليبية، صارت ظروف معينة طلعنا من المدينة اللي كنا فيها وقعدنا في العاصمة. اللي صار إن احنا مأجرين حوش وقاعدين فيه وصغارنا مدارس وزوجي عمل وأني نخدم العشية في مدرسة خاصة. أهل زوجي وأهلي مدايريننا زي الفندق، اللي بيتسوح، اللي بيغير مزاج، اللي بيشري حاجة يجي ينزل عندنا. هم كل واحد فيهم يشبح في روحه جاي يومين ثلاثة، لكن الحقيقة بيتنا قعد فندق، واحد ماشي واحد جاي، أولادي ما عادش لقوا بيئة مستقرة يقروا فيها. أنا بديت نجي مروحة من تعب العمل، يبوك تطلع معاهم وتدهورهم لو أنت قلت إنك مرهق أو الفترة هذه ضغط وامتحانات أو كذا، ما يفهمونا ويحسابوا إن أنت بخيل أو كذا، مع أن المشكلة مش أكل أو شرب، المشكلة في أنك بيتك تبي تكون مستقل، تبي تكون عندك استقرارية في الحياة. فكيف نقدر إن نوصلهم هذه الرسالة بدون ما حد يزعل مني وبدون ما يظنوا إني أنا ما نبيهم أو ما نحبهم أو إني باخلة عليهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، رمضانكم طيب، ومعاكم برنامجكم الحوش وأسراره في الموسم الثاني في أول يوم من أيام رمضان الكريم، اللي نتمنى أن يكون طلع علينا بالخير والمودة وانتهاء كل الخصومات والمشاكل في بلدنا الحبيب في كل الأمة الإسلامية. موضوع حلقتنا اليوم قصة اللي بعتتها لنا السيدة اللي قريناها مع بعضنا، اللي هي تحكي عليه أداب الزيارة، اللي هي المفروض تكون حماية لحرمة بيوتنا واحترام لخصوصيات الناس. الموضوع هذا الكثير من الناس يتأثروا به، وخاصة احنا الآن في شهر رمضان المبارك. هل في انتهاك لخصوصية البيوت؟ وهل أحيانا بسيف الحياة نسببوا في إزعاج للكثير من العائلات؟ مثلا اللي قاعد يصير الآن في أهالي درنا اللي هم طلعوا من بيوتهم وأحيانا بعض الظروف اضطرتهم أنهم يستقروا في مدن أخرى في ليبيا، بعض أقاربهم أو بعض جيرانهم الآن شايفين أنه هو الوضع يسمح بالزيارات المتكررة أو الاستضافات المتكررة، وهل الموضوع هو فعلا أكل وشرب أو خصوصية؟ وهل من حق كل إنسان أنه يسكر باب عليه؟ هل من حق أولاده أنه يكون عندهم ظروفهم اللي تسمح بامتحاناتهم بقرايتهم مشاكلهم؟ الناس مرات بيتعاركوا في بيوتهم كثير من التفاصيل. هل إحنا الآن في مجتمع يسمح بهذه الخصوصية أو أن فيها انتهاك؟ خاصة الآن إحنا في رمضان العزايم والأمور، هي هل الآن أصبح فيها الضغط على بعض الأمور؟ ولا بأس إذا كان فيها حتى ضغط اقتصادي أحيانا، لكن الأهم هو الضغط النفسي لسبب البيوت. زي العادة حلقتنا دائما تكتمل بتواصلكم ومعانا واتصالاتكم اللي تكون على الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة، لكن خلينا نسمع رأي شارعنا الحبيب في موضوعنا اليوم وراجعين معكم. لا مش هيأثر، لأن الضيوف عندهم وقت معين وبموعد معين بيجيوا، كراجل يكون في مربوعة وكعيلة يكونوا داخل وقت معين، مش هيأثر بالعكس. لو كان باستمرار لا هيأثر، بالتأكيد هيأثر بشكل مباشر، لأنك مش حترهب بالضيوف ولا كذا، وعارفين احنا نقيموا بالضيوف ونقعدوا معاهم وخصوا في ميزانية خاصة للضيوف سواء كانوا رجال أو عائلة يعني. فحاجة هذه يعني موجودة في ديننا وموجودة في عاداتنا وتقاليدنا، يعني نكون في الضيف بقدر يعني قدر امكان، وزي ما يقولوا ضيف اليوم وليلة ما توريش فقرك، فلا بالك كان يوم وبعد يوم على يوم. فموضوع مربك ومكلف ومجهد صراحة. علاش وقتها بتعطيك سلبي انه يقبك؟ بالعكس لا، انا مش بحفي انه هو بيعلمهم الكرم، بيعلمهم الاجتماعيات، حاجة حلوة حتكون مش حاجة عكسية او انه بيقبك المهم في حاجة الوقت اللي هو انت على الإضافة، أي فهمتيني، مش وقت مدرسة، مش وقت امتحانات، لكن في الوقت العادي يكون حلو بالعكس، تشجعت الاجتماعية انت على الترابط. لا واضح يكتر المشاكل من جميع النواحي من كل شيء، فيها البلاوي والبا حاجات تنديش عليها اللي خشتك عشان يديلك، عشان فيها البا حاجات سحر وبلاو والبا سخط والبا حاجات تندريش، ما نيجش فكرة الضيوف الحق. ديوب ما يجوناش الحق إلا بالعشر سنين. مرة أخرى السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ونتوكل على بركة الله في حلقتنا اليوم في أول يوم في رمضان، الزيارات وتفاصيلها وما قبل رمضان وما بعد رمضان. هذا الموضوع الحساس جدا اللي في بعض الناس لما تقولهم لا معلش ما نقدرش نستقبلك اليوم يزعل، في بعض الناس لو تقول لا معلش هل ممكن إن احنا يخلوها مثلا بعد صلاة التراويح يزعل.
التفاصيل هذه أنتم اللي تقدروا تأكدوها لنا، هل موجودة فعلا في مجتمعنا أو لا؟ هل إحنا نعانوا من هذا الأمر أو لا؟ اتصالاتكم أكيد على الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة، كذلك على تقدروا اللي ما حصلش اتصال يعلقنا على البث المباشر لبرنامجنا على قناة على صفحة قناة ليبيا الأحرار، وإن شاء الله حنقروها اليوم في الحلقة والباقي يمكن نقروه حتى بعد. متواصلين معاكم أكيد. ومعانا أول اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم، ترهوني. السلام عليكم، تسمع فيا أخي الترهوني؟ في مشكلة في الاتصال؟ الباين أن فيه مشكلة. أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي، تفضل معنا. أنت تحب الندوك الترهوني أو في اسم معين حاب تنادينا الندوك به؟ الصوت ما عنديش واضح. السلام عليكم. انقطع الاتصال. معنا اتصال اخر. مسره، يا ريت كل اللي بتتصلوا بينا. اهلا مسره، نقصوا صوت التلفزيون، كلمونا من الهاتف. اهلا بيك مسره، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ورمضانكم مبارك ان شاء الله بالخير وبالبركه. اللهم امين اجمعين. قبل نقول موضوع الحلقه اليوم، كيف اجواء رمضان؟ انت وين بالضبط؟ طرابلس او في مدينه اخرى؟ طرابلس. كيف الاجواء؟ كيف الأجواء؟ باهي الحمد لله ماشية، جو حلوة. ربي يبارك إن شاء الله وربي يقدركم إن شاء الله على الصيام والقيام. شو رأيك في الموضوع؟ هل عندنا احترام للخصوصية في بيوتنا؟ وهل فعلا الناس اللي مش في البلاد، مش من أهل البلد، يتعرضوا لزيارات من أهليهم باستمرار زي صاحبة المشكلة؟ هي شن حابة تقولي لها اللي طرحت قصتها في أول، طرحنا قصتها في أول حلقة؟ تفضلي. هو أول شيء يعني الضيف وين بيجي للعيلة يعني بيقعد عندهم، في فوائد هلبة يعني، حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم وإن جات امرأة أو رجل مش عارف شكالة من كتر الضيوف، قال له تعالى وقف قدام البيت وشوف الضيف وين بيطلع، شوف شن بيطلع وراه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصانا على الضيف، وكويس. بالعكس أنا أحب الضيوف، حب من يجينا حتى في أي وقت. ما نحب جو الالتزامات، جو إن حد يقول لا أنا منيش بنجيكم بعدين أو حاجة زي هيك. يتفضلوا بالعكس، ونفرح وإن حد يجينا أو إحنا نمشوا لحد. تمام. مسرة، كونك أنت من النوع اللي يرحب بالضيوف باستمرار وبيتك مفتوح في أي وقت ما عندك مشكلة، لكن هل معنى هذا أن أنت تشوفي أن مش من حق حد يقول لا أنا عندي خصوصية، عندي أطفال عندهم مدارس، خاصة يعني صاحبة المشكلة غير اللي يبدأ مقيم هو وأهله وناسه في البلاد، في الأخير زيارات خفيفة، لكن اللي يبدأ في مدينة وبيجوه هذه أحيانا يكون فيها حتى بيات واستقرار وكذا، وخاصة هي قالت واحد جاي واحد ماشي، يعني حاولت تفهمي مشكلتها هي؟ نعم. حتى احنا اقاربنا مش في البلاد. تمام. يعني انا تو نص هنا في طرابلس، يجونا اقاربنا من جبل او حاجه زي هيك، يقعدوا معنا عادي، يقعد اسبوع يقعد، بالعكس احنا ما نملوش. تمام. اذا رايك هذا، احنا طبعا كل واحد عنده حريه رايه الكامل، وايضا يوجه لصاحب المشكله كلمه، فوجهي لها، هي الان تستمع لكم، وجهي لها كلمه. كلمه ان هي بالعكس تحسب هذا كله اجر لها ومنفعه، يعني كل شيء عند ربي بإذن الله، صغارها بينجحوا بيكبروا حيحبوا الموضوع، هو بيشوفوه إنه هو موضوع كويس. لأن احنا تربينا هيك من أنت ما احنا صغار، يعني نحب الضيف. بالعكس الضيف وين يجي مرات يشدنا، هو يبدأ يقري فينا متاع أنت ما فهمتي شيء من الصغار، باهي أنا ما قدرتش نفهمهم، تعال يا فلان مثلا واحد من الضيوف، بالك أنت تعرف تفهمهم، تعرف تقريهم، تعرف قصدي تشارك، مش لا كل شيء جوني ضيوف وانا ما نقدرش وانا ما نقدرش حتى نستوعب او حاجه زي هيك. بالعكس حلو المشاركه حتى في الضيف، حتى مع الضيف. شكرا مسره، بارك الله فيك ورمضانك طيب يا مسره. شكرا لك، ما زلنا مستمرين مع شكرا مسره، ما زلنا مستمرين معكم اكيد مشاهدينا الكرام، وارائكم كلها تحترم. احنا زي العاده اخر الحلقه حنقولوا الرد لصاحبه المشكله، وطبعا زي ما احنا نحترم ارائنا ايضا نحترم كل حد والموضوع اللي هو يشوفه بالنسبه له مشكله او هو متحسس فيه. معانا ناديه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كل سنه طيبه يا ناديه. وانت بخير ان شاء الله، الله يسلمك. بديتي استعجازات رمضان ولا مازال شويه بعد الظهر انتوا ولا مازال؟
لا لا بعد الظهر. بعد الظهر. أهم حاجة ما نوصيك أنا بنياتي، التجمل في المائدة جميل لكن لا إسراف ولا تقطير، يعني نحاول نكون دائما في الوسط ونهتم بالجماليات اللي العين تديرها، ونحاول قدر الإمكان أن نساعد أزواجنا أولادنا على المصاريف، خاصة إحنا نشوف الظروف اللي تمر بها البلاد. تفضلي يا نادية، أعطينا رأيك في صاحبة المشكلة. نعم الله يسلمك. طبعا الكلام اللي بنقوله ان الحياه تختلف على قبل، على البداوه لما كانت قبل كان فيه ترحيب، كان فيه ما فيش الحاجه المدنيه اللي تو موجوده، تو كلهم بدوا يشتغلوا. الحياه اختلفت على قبل. الزيارات المفروض ان هي تكون يعني في اوقات، في ايامات العطله، ما فيش دراسه للاطفال، احتراما طبعا للشخص اللي جايين، حتى ولو كان اختي، يعني مش بالضروره تكون شخص صديق او جار او قريب، حتى اختي حياه اختلفت. هو حاليا بدينا متصلوا قبل ما تشيلها، حتى ولو كانت في نفس المدينه نشوف ظرفها، هي موجوده، هي طالعه، هي عندها شغل، هي مريضه. فأنا مش مع الشيء اللي صاير توا حاليا. يعني أنت يعني سادة نادية تقولي أن الظروف الحالية، طريقة الحياة الحالية سببت التزامات خلت الناس عندها الوقت مع زي قبل، الوقت ليه خصوصيته، فبالتالي أنت مع الاستئذان حتى بين الأهل، مزبوط؟ مزبوط صح. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخوة يعني. هل تشوفي في تقبل يا نادية بين الأهل؟ لما مثلا أختي قالت لك بنجون تعشوا معاك، اللي نقول لها والله معلش يعني اليوم كيف مروحة تعبانة وما جهزت شيء خليها بكرة، هل تتقبل أو ما زال الناس الموضوع هو بالنسبة ليهم شوية يحرج، يعني زعلوا منا شوية؟ ما هو زي ما قلت لك الحياة اختلفت، يعني حتى توا ما بين الأخوة بدأ فيه تقبل. يعني الأخت تتقبل أختها لما تقولها مثال أنا اليوم نشتغل، اليوم ماشي العيادة، اليوم عندي تحليل، اليوم عندي هكي، حتتقبلها أختي. لأن الحياة المدنية ضروري منها، وحين هذا اللي صايرينها سوا حاليا. يعني إحنا ما نش قاعدين زي قبل. حتى ستات البيوت زمان الست البيت قاعدة في البيت، فعندها وقت، الآن هي عاملة وعندها التزامات وتفاصيل كثيرة. ايوه فالحياه اختلفت. انا مع الشيء المدني تو حاليا، فيه الناس تشتغل، نساء تشتغل، حتى ولو كان ما تشتغلش براس زوجها بترفع العياده، معاق، مريض. نعم، وفي اللي عنده حد كبير يعاني فيه، وفي اللي نعم نعم. اي فالحياه اختلفت على قبل الحد، يعني انا مش مع نتاع طب ظن نتاعك عالي تسعة وقعد عندي يومين ثلاثة، اختلفت الحياة. يعني هي بدل ما تجي وتغير جوها تمشي لأي مكان تقعد فيه، تمشي تسافر، تمشي لفندق، تمشي، يعني مش بالضرورة أن هي تمشي لعائلة تسجل عليها. نعم، كل واحد وظرفها بالشكل هذا. نعم، حابة تضيفي أي شيء أستاذة نادية؟ الله يبارك فيك، بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين ومنور القناه ليبيا الاحرار. بارك الله فيك. ما تنسي ان اليوم في الافطار ادعوا لاهلنا في درنا، ادعوا لاهلنا في غزه، ولو عندك حتى عارفين من اهل درنا تواصوا بهم خيرا بالله. بارك الله فيك، شكرا ناديه، شكرا. ما زلنا مستمرين معاكم اكيد مشاهدينا الكرام. حابه بس ننوه لكم ان اختلاف الاراء لا يفسد للود قضيه، ف أنتم اختلافكم هذا هو اللي طلع لنا الحل الصحيح، لأن الحل مش لازم أنه يكون نظري صحيح بالمية، لكن لازم أنه يوافق المجتمع اللي بيسقط عليه هذا الحل. فإذا كان الحل النظري يقول مثلا لا لابد من الزيارات، بس المجتمع ظروفه ما تسمح وأراءه ما تسمح، مش هيكون حل عملي. إذا كان الحل يقول أن لابد من الخصوصية والمجتمع منفتح على بعضه ومش داير الضوابط هذه ورافضها، برضو مش هيكون عملي. علشان هيك أنا نبي نسمع أراءكم، عشان الإحصائيات هذه مهمة جدا. ومعانا ماريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا ماريا. كلميني ماريا من التلفزيون، بعدي شوي عن الهاتف، بعدي على التلفزيون، كلميني من الهاتف، نعم. طبعا انا شفت البدايه الشكوى اللي قدمتها السيده. نعم، شو رايك فيها؟ من وجهه نظري هي بالفعل يعني في بعض الاحيان شخص يكون عنده ظروف، يعني حتى المعيشه اصبحت صعبه يعني. ماديا تقصدي ولا؟ تقصدي ماديا انت؟ ماديا. تمام.
نعم. بس يعني لو اضطرت ان يعني ما تقدر، صح هي صعبه انا ما تقدرش تقول لهم يعني عن، مش عارفه كيف نوضحها. ما تقدرش تقول لهم معلش ظروفي ما تسمح بالزيارات المتكرره هذه، مزبوط؟ ايه تمام. يعني اضطرت هيك، فتحاول انها تقنع نفسها، ما تقعدش يعني تحاول تقنع نفسها ان شخص جاها وكيف تنظم وقتها وهيك. يعني انت تشوفي يا ماريا اذا كان هالاشخاص ما بوش يفهموا من تلقاء نفسهم وهي صعب عليها الموضوع انها تواجههم، تحاول هي تتاقلم على هذا الوضع احسن من تولي غاضبه والموضوع يضايقها، مزبوط؟ ايه، لان باذن الله لو تقبلت الموضوع هو كل شيء قناعه، لو تقبلت وأكيد حيمشي الأمور. جميل. هي تبدأ. جميل. جميل. حيساعدها. جميل. هو أقل شيء إنها هي يخف عليها الضغط لما تبدأ متضايقة ورافضة الموضوع، غير لما الإنسان يحاول يتقبله. نعم. نعم. نعم ماريا، بس الحل حنقوله آخر الحلقة. شكرا ماريا، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام في انتظار تواصلكم معنا على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة، وكذلك تعليقاتكم على الحلقة على الفيسبوك. حابة ننوه أن احنا الآن هذا أول رمضان يمر على أهلنا في درنا، وهم خرجوا من بيوتهم، خرجوا من صفرتهم اللي متعودين عليهم، السيدات معينها أدواتها مطبخها مختلف، الرجال الجوامع مش نفس اللي صلوا فيها، مش نفس مكانهم، مش نفس حياتهم، الأطفال مش نفس شارعهم، مش نفس جيرانهم اللي يلعبوا عليه اللي يلعبوا معاهم. فنحاول أن احنا نفتح قلوبنا لهم قبل ما نفتح أبوابنا، نحاول أن احنا نفتح قلوبنا بالدعاء بالكلمة الطيبة، وما ننسوهم بأن احنا نحاول قدر الإمكان نجبر خاطرهم ولكن بالخفاء قدر الإمكان. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، ما شاء الله النشاط الحيوية، من معنا ومن تكلمي فينا؟ يا صباح الفل عليك دكتورة رقية، ونهار طيب ورمضان كريم. والله أكرم وبارك الله فيك، من معنا ومن تكلمي فينا؟ إن بالله يعني صوتك مش واضح حبيبتي. الله يرحمه الله، قلت لك من اول الشاشه. بارك الله فيك، بارك الله فيك، منين تكلمي فينا؟ من طرابلس يا غاليه. اهلا بك. تفضلي، شنو بتقولي لها صاحبه المشكله؟ هي لو انت لو انت مكانها كيف بتتصرفي؟ قبل كل شيء بنقول نسأل الله السلامه لاهلي في درنا والاحداث في درنا اللي نعرفهم. يعني شو بنقول لك، بالاجمع بالاكمل نسأل الله السلامه ليهم. نعم، ان ربي مرر رمضان هذا عليهم بخير وعافيه رب العالمين وبتقبل. اللهم امين. نعم. اللهم نعم. امين. مش سهل الانسان يطلع من بيته ومن حياته نعم من غير الفقد والموت نعم نعم. كملي استاذة. نعم تفضلي. بنقول لك شيء طبيعي، الحرمات البيوت لازم تستأذن، والاحترام لخصوصيات الناس ما فيش داعي يعني، او انت تخش خصوصيات الناس من باب العيب ومن باب الاحترام ومن باب القدر يعني. وتحياتي لك. بارك الله فيك. خلينا ندو معاك شويه بما ان انت دخلتي، خلينا من صاحبه المشكله طبعا اللي سؤالها مهم جدا، ونبيكم كلكم تقولوا لو انتم مكانها كيف تتصرفوا. نبي ايضا احنا الان في بيوتنا بالصبر يا غاليه. بالصبر قوه التحمل. بارك الله فيك. هل فعلا بدات في ظاهره ان الناس تمشي لمكان وتطلع تكشف في اسرار المكان؟ بيتهم كذا، قدموا كذا، دارت كذا، بنتهم لابسه كذا، هل بدي عندنا هذا الامر؟ يا غاليه قبل كان في، لكن تو لا. ما شاء الله لكن تو لا. يعني ان بدي في وعي في الموضوع هذا. جميل. في وعي، في جميل وعي في جميل نقصد. جميل. في رايك اسباب الوعي في هذا الموضوع، الوعي الديني بدا يتحسن عند الناس، او الناس بدات تحط روحها في مكان الشخص؟ جميل. اي أيوة والله، اي أيوة والله، الحمد لله، ورب يحفظك استاذ رقيه. بارك الله فيك. حب شكرا لك. رمضان كريم، رمضان كريم عليكم. الله اكرم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله صيامكم يا رب العالمين. بارك الله فيكم. معنا اتصال اخر. سيد عبد المجيد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل هواليك. احنا تو احنا في زياره البيوت، مش في اصحاب، مش قلبة، ما فيش قلبة ناس، ما تعرفش الاسرار تخفى عن الصاحب، وديما اسرار ماشيه بين البيوت وفي اعراض الناس. ولدي علي لي صوتك شويه، انت تقول ان الناس معناها تطلع في اسرار بعضها، هيك تقول؟ انا سمعتك صح؟
باهي شن انت تحب تقول للسيدة هي لو انت ولدها الان والناس خاشين طالعين كل يوم عندكم زيارات، هل انت تتضايق هيك ولا عادي الموضوع عندك؟ لا ما كان متضايق هلبا، كان هيك هذا ما مضايقش. يعني انت ضد ان الناس تقعد تجي عند حد كل يوم يباتوا واحد اثنين ثلاثة كل مرة الناس ماشية جاية، انت هذا في نظرك يزعج الاولاد يعني يضايقهم. هل ممكن يأثر على قرايتك، على وضعك في الحوش، استقراريتك، خشوشك، طلوعك في البيت، يأثر عليك وجود ناس باستمرار؟ لا ما يأثرش علي. لا باين. امال ليش انت متضايق منه؟ لأن هو شو نسمع مرات يجي كل جيب هلبة ما يعني مرات تضايق حتى لا مش انا بضايقني. لا ماشي ولدي، بارك الله فيك، شكرا لمشاركتك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم في موضوعنا اليوم وهو خصوصية البيوت، احترامنا لها، احترامنا لآداب الزيارة. ومعانا اتصال. السلام عليكم أم عبد الله. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام أم عبد الله، كل سنة وانت طيبة ورمضانك كريم. وانت بخير واللي بيهم جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله بإذن الله. اللهم آمين. تفضلي. أنا بالنسبة لي أني عايشة في الموضوع هذا ويجوني أهلي زيارة بن زليطن ومرحب بهم وما عنديش مشكلة من ناحية مادية معنوية كل شيء، لكن حاجة واحدة إن لما بتكلم ولدي نوض أقرأ نوض اكتب خليه مازال شوية خليه ما تكلميش يتدخلوا في تفاصيلك يعني عليه. يتدخلوا فيه بالضبط. بالضبط هذه هي بس، لكن قصدي ما تضايقتش الحق الحمد لله نرحب بيهم وهم نعرفهم ما جايين إلا هم مرتاحين عندي أنا ويتفضلوا في أي وقت. بارك الله فيك وإن شاء الله بيتك ديما عامر. خارج الحلقة خلينا بصراحة. قبل سؤالك الخارج خلينا في النقطة هي وبعدين ناخذ سؤالك. باهي لما ضيفك اللي أنت على راسك وعينك وحابتي وحابة وجوده معاك يتدخل في تفصيلة معينة في تربية أولادك أو في حياتك، هل توجهي له في مباشرة لا معلش ما حبيت ولا تزرطي فيها وتسكتي؟ لا والله ما نقدر، ما نحسش بأي حاجة، ما نقدرش. ده إن شاء الله هيك ده وصوتك وصل للناس كلها، لما حد يزور حد يحاول قدر الإمكان ما يتدخلش في تفاصيل حياته. تفضلي يا أم عبد الله أعطينا سؤالك. أنا موظفة ده بمرتبي، لكن نبي نعرف إذا كان عصيت أهلي معناها ساعدت أهلي، أمي، أخوي متضايق، أختي متضايقة بمبلغ معين من غير علم زوجي. في برنامج خاص بالقناة للإفتاء معهم شيخ فاضل إن شاء الله، توجهي للبرنامج وأسألي لأن إحنا مش مختصين في الجانب الشرعي. شكرا لك يا أم عبد الله، بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. شكرا لك. وما زلنا مستمرين معكم أكيد، موضوعنا اليوم عن احترام خصوصية البيوت وأداب الزيارة وكيف هذا الأمر أثر على حياة الآخرين. وزي ما قلنا اختلاف الآراء مهم جدا وطبيعي جدا لأن الناس تختلف على بعضها، أيضا لأن الزيارات اللي تكون غير لما تكون مرات تكون من أهلك مثلا سيدة البيت أهلها، ومرات تكون من أهل زوجها وأهلها، ومرات تكون من ناس معارف بس، وتفاصيل كثيرة لا يعلمها إلا صاحب الحال. ومن تقديرنا للي حوالينا نحن نحاول قدر الإمكان نستوعبوا ظروفهم، نستوعبوا قدراتهم، نستوعبوا المشاكل اللي هم يمروا فيها. ومستمرين معاكم أكيد مشاهدينا الكرام، اتصالاتكم على الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة، كذلك التعليقات تجينا على البث المباشر للبرنامج على صفحة القناة. هنحاول نشوفوا بعض التعليقات. سكاي فلور تقول كل عام وأنتم بألف خير. أم سند تقول صباح الخيرات. سالم يقول صباح الخير. إبراهيم إسماعيل يقول مرحبا. أم سند تقول كل عام وأنتم بخير وأنتم طيبين إن شاء الله. نبي برضو تقولوا آراءكم في لصاحبة المشكلة وجهوا لها حل لو أنتم مكانها كيف تديروا، سواء بالاتصال أو بالتعليق على الصفحة. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بنتي، من معايا ومنين تكلمي فينا؟ معك زهرة من طرابلس. زهرة. أهلا يا زهرة، تفضلي، شو بتقولي لصاحبة المشكلة وش رأيك في الموضوع عموما؟ نعم. والله بنقول حقنا الحماية حرمة البيوت واحترام خصوصية الناس، مفروض يحترمها الناس. في ناس تجي للحياش يعني تبدأ تعلق صح؟
تتعلق وتبدا تتدخل وتبدا يعني حتى ابسط شيء، حتى من اسلوب التقديم، حتى من اسلوب المعامله. مرات لما انت بتجيلي معناها بتجيلي ناس، مرات الناس عندها مشكله في هذيك اللحظه، يعني تبدا تراقب كل شيء، تحسس الناس ان هي معناها فاهمه كل شيء. تمام. المفروض ان الانسان قبل ما يخش للناس ولا يجيهم على غفله مفروض فيه اتصال. هل هذا تغز الاستئذان قبل الزياره، هل هذا مش بس يريح صاحب الحوش، يريح حتى الضيف لان انت بتستعد له وكذا؟ تمام. لكن يريح تمام، هذا على الزيارات العاديه واللي تو تصير في رمضان. لكن صاحبه المشكله مشكلتها انها هي من مدينه ويجوها يقعدوا عندها، فهل هي متضايقه؟ بغض النظر ان احنا نشوف الموضوع مش مضايق ولا مضايق، بس هي متضايقه. كان مثلا يجاها مره بعد قداش، يعني عادي مفروض ان هي تحترم الناس جاها وتهدرز عندها. ومرات الناس لما يجاها عندهم مشكله، عرفتي؟ تمام. معناها متضايقين، فهي المفروض تحترمهم حتى شويه. تمام. يعني هي فتره بتعدي، يعني مش راح يقعدوا عندها طول عمرهم ولا يقعدوا عندها، يعني وقت معين وبيمشوا. تمام، بارك الله فيك. راحتهم عندها. شكرا زهرة، حابة تضيفي شيء؟ لا لا، بارك الله فيك. بارك الله فيك كذلك، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في حلقتنا اليوم عن آداب الزيارة واحترام البيوت واحترام خصوصياتها. اتصالاتكم معنا أكيد دائما تتري الحلقة، كذلك تعليقاتكم على البث المباشر على صفحة قناة ليبيا الأحرار. لكن خلينا نطلع فاصل وراجعين. يعني عنده عيون ويشوف. باختصار، الرجل هذا مش منه. الواحد هذا التعامل معاه مش سهل. قصدك على المطلوبين اللي معلقين صورهم برا؟ من عند قاعد تبروحه، لا والي لا تالي. ونزيدك من شعر بيت بس ارفع عني. انا مانيش خايف. شبيك لبيك عبدك نقني مطيح الرجال. انا هيز لايت ان ريبورتينج. يا عويضة، هذا فيش يقول اللي يقلك يحلم لك الحلم الشين يا شين. انا اقول لك حاجه واحده مستر، اقول لك حاجه واحده، اللي بيعك بالفول مستر بيعك بكشور. امين. انا وياك طايحين في اصحاب مسقعين. انت يا شايب مازل ما صقحت شو؟ كل اللي كنت نبيه نحصل فلوس، نحصل فلوس باش يتبع القطيع يذكرك. جميلة منك يا ابو راسه. سراديب تشاهدونه في الأوقات التالية. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرة أخرى رجعنا معاكم في موضوعنا اليوم عن أداب الزيارة واحترام خصوصية البيوت، خاصة إحنا في شهر رمضان المبارك. كانت معانا في بداية الحلقة قصة من سيدة بعتت مشكلتها، تقول فيها أنها هي من مدينة غير مدينتها، وبالتالي دائما عندها زيارات باستمرار بوقت متكرر جدا، مما سبب لها في عدم استقرارية في بيتها. الموضوع بدأ يضايق فيها وضايق في حياتها داخل بيتها، وحابة رأيكم في الموضوع، نصيحة مننا. معنا اتصال، السلام عليكم. سيد علي، للأسف انقطع الاتصال. أنا في الفاصل كنت نشوف في تعليقاتكم، وعجبني جدا كمية التنوع في الآراء، والجميل فيها أنها كلها آراء مبنية على أسس، وإن كان اختلفت بس كلها أسس جميلة، اللي أكدوا على احترام الضيف، واللي أكدوا على قدرة الشخص في الاحتمال. هنقرأ منها عشوائيا بعض الرسائل. كوكا تقول صباح، هي صبحت بطريقة هيك وردات، أي فعلا هالبناس ما تقدر، موضوع غير لائق، كل عام وانتم بخير وأنت كذلك. زهرة تقول رمضان كريم في الضيف بركة، بس فعلا الخصوصية بخصوص تدريس الأطفال في فترة الامتحان. أنهار دنيا تقول يعني الإنسان يكون وسط، وضع القيود بكثرة تفقدنا نكهة الحياة،
وفي بعض من الناس ما عاد يبي حد. جميل تعليقك يا أنهار. عائشة سالم تقول أداب الزيارة موضوع جميل ومهم، بارك الله فيكم وفي كبارك الله. مروة تقول رمضانك مبارك، أنا من رأيي مش أي حد دخل لحوشك. بالنسبة لزيارات الأقارب أهم شيء يعطيك علم وهذه صلة رحم. سمير خميس يقول كل عام وانتم بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاد الله علينا وعليكم بالخير والبركات وأنت كذلك. اللي يقولوا على توقيت البرنامج جميل، شكرا لكم أكيد، وشكرا للفريق المنسق في القناة لمراعاة هذا التوقيت. هوب تقول للأسف على مجتمع يحسب في الزيارات الاجتماعية من الناحية المادية، الإنسان لما يزورك المفروض تفرحي به إن متفكرك ومستريح عندك ويسأل عليك، أما من الناحية المادية الجود بالموجود، والضيف لما يجيك راهو شابع في حوشة مش جاي يأكل ويشرب عندك، واحترام الضيف واجب. بنوقف على تعليقك بنتي، لأن صاحبة المشكلة أكدت أن الموضوع مش أكل وشرب، لأن نبو ننتبه بس لصاحبة المشكلة وإحنا بندوه في الموضوع بالعموم، بس صاحبة المشكلة تحديدا إقامة عندها ومتكررة، بالتالي هي ما عاش تلقيت خصوصيتها. معنا اتصال رهف. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين يا رهف. واضح صوتك يا رهف، منين تكلمي فينا؟ من خمس. اهلا بكم باهلنا في الخمس، كيف اخبار الخمس في اول يوم في الصيام؟ والله الحق ماشي مية مية. كنت بنقول لك على ان انا الحق متزوجه. نعم. ايه الحمد لله كويس الحمد لله. في حالك انت يا سادة؟ تمام طيبة. شو رأيك في موضوع اليوم وشو بتقولي لصاحبة المشكلة اللي بدينا بها الحلقة؟ شو حابة تقولي لها؟ ولو أنت مكانها كيف تتصرفي؟ بحق الزيارات وهكي زيارات، إن مثلا أنا مثلا بهيو هذا في الحوش مثلا يكتر علي، مثلا هم يجوا عادي يفضلوا حوش حوشهم، تمام، قصدي مش يباتوا مثلا. بح يعني أنت برضو تشوفي فيه الموضوع مزعج لما يزيد هلبة و... تمام. لو أنت مكانها كيف بتتصرفي؟ مثلا أنا نجيهم مثلا عادي، لكن مش نبات. لا لا، لو أنت مكان صاحبة الحوش والناس يجوك هلبة ويباتوا، واحد ماشي واحد جاي، كيف تتصرفي؟ كيف تديري؟ شن تقولي لهم؟ أو تسكتي وتتحملي وتصبري، أو كيف تتصرفي؟ والله مثلا كان عندي قراية والله شيء والله أي حاجة، منهم مثلا تعالوا في وقت تاني لما نكون فاضية. تمام. حابة تزيدي أي شيء يا رهف؟ لا لا صحتي بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. ما زلنا مستمرين معاكم أكيد زي العادة، اتصالاتكم هي اللي تثري الحلقة من خلال آرائكم، من خلال اختلافكم اللي هو المفيد، هذا الاختلاف اللي ورينا تنوع المجتمعي في مجتمعنا ليبيا، تنوع الجغرافي، اختلاف بعض العادات وإن كانت كلها تصب في مصب واحد. أيضا حابين نسقط الموضوع عموما بغض النظر نحن صاحبة المشكلة مهتمين بمشكلتها وحنوجهوا لها حل، بس حابين نوجهوه الآن في رمضان بالمجمل، هل الزيارات هي فقط أكل وشرب أو أنها أمور أخرى فيها خصوصية، فيها أنني مرات عندي حد مريض، في مرات أني الوقت هو تحديدا مفرغة لأمر معين، عبادة عندي، ظرف عندي، أمر معين، أو أن لا هذا تعقيد للأمور. معانا سيد جمعة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد جمعة للأسف انقطع الاتصال، وما زلنا مستمرين معاكم أكيد مشاهدينا الكرام، أراءكم كلها هي اللي تثري الحلقة وهي اللي تخلينا ان احنا نوصل الحل السليم، ونعتذر منكم على خاطر الضغط اللي يصير احيانا تقطع بعض الاتصالات، اعذرونا، فياريت تحاولوا مرة اثنين ثلاثة وتقدروا ان الضغط بسبب الاتصالات مرات بعض الاتصالات تفصل. وايضا حابة نأكد لمرة اخرى وثالثة وعاشرة والى ما شاء الله ان احنا راعوا اهل دارنا اللي الان هذه الناس، يعني حتى لو حد منهم دار تصرف معين أنا ما عجبني، نقدر أنه هو الآن مضغوط، أنه هو هذا أول رمضان مش في بيته، أول رمضان فاقد أحبته، وأيضا نقدروا أنهم هم مجروحين في أعماقهم، حتى لو هم يحاولوا يكونوا أقوياء ويحاولوا أنهم هم يتظاهروا بأنهم هم مازال متمسكين بي 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 بالقدرة على الوقوف، بس هم مكسورين، اللي فقد ولده واللي فقد أمه واللي فقد بيته واللي مضطر يقعد عند حد، مش الكل يقدر ياخذ بيت أو يأجر، أو في اللي مضطر يقعد عند حد، مثلا في اللي بنت وحدة نجيت من أهلها فهي قاعدة عند عمها أو خالها، فياريت ما نحسسوهمش ب
ثقلهم علينا، وأيضا نحاول أن احنا نواسوهم، لأن والله والله ليس كمثل جبر الخواطر. والآن حاليا في ليبيا ما فيش حد محتاج لجبر الخواطر زيهم. وأيضا ما ننسوا أهلنا في غزة اللي الآن في اللي هم صايمين أصلا من كم شهر، يعني مش لاقيين حاجة يحلوا بها صيامهم على المطلق، مش إلى الآدام فقط. نسأل الله السلامة والعافية، وما زلنا مستمرين معاكم أكيد مشاهدينا الكرام. الحوش وأسراره لا يمكن أن يكون حقيقي إلا بتواصلكم معنا، عشان وعدناكم وتعليقاتكم ما شاء الله مستمرة على بث الحلقة. حنحاول نزيد، بس نحاول ناخذ الأخيرة. المتفائلة بالله تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم الشهر، مبارك عليكم الشهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والصحة والسلامة، وعلى الأمة الإسلامية بألف خير، وتحية طيبة وموفقة. فعل البيوت أسرار وخفايا، بارك الله فيك وأنت كذلك. قطعة من جليد تبلغنا السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عائشة سالم تقول: اللهم جبرا لقلوبنا واستجابة لدعواتنا، اللهم تقبل كل دعوة تمنتها قلوبنا، اللهم نسألك خير في كل اختيار ونور في كل عتمة وتيسير لكل عسير، بارك الله فيك، اللهم آمين. أم أحمد تقول: أكيد عارفة من أول ما تزوجت إن بيجوها وبيقعدوا عندها، وبعدين شنو المشكلة؟ كان جوها في الشهر مرة. شكرا يا أم أحمد، بس هي قدرات الناس، قدرات يعني، وباللي في اللي مش بالضرورة تكون هي عارفة أن الوضع كذلك. أيضا في اللي مثلا كانت متوقعة بس ليس الخبر كالعيان. خلينا نكون واقعيين، أحيانا في بعض الناس فعلا ما يلقوش مساحة يتنفسوا فيها، يعني في اللي مثلا كل أسبوع عنده حد، لازم ان احنا نكون رحماء بيننا، يعني ما نحاولوش ان احنا ننتقدوا لأجل النقد بس. أكيد كلكم نحترموا في أرائكم، بس اللي نبي نوصل لكم أن من جماليات المسلم ومن جماليات مجتمعنا احنا الليبي خصيصا، ان احنا نحس ببعضنا، يعني ما نكونش احنا بنقعمز في الظل ونقول خير اللي في الشمس مش متحمل، لان هي صاحبه المشكله اكدت ان الموضوع مش اكل مش شرب، وان هي يجوها من مكان ثاني. ما دام واحد جاي، وهي قالت اسمعوا القصه كويس، ارجعوا لاول الحلقه شن قالت، هي قالت يجوا يتسيحوا يجوا باش يشروا يجوا، يعني مش واحد مثلا مضطر مريض وكذا، وهذا اللي جاي بيقعد يومين ثلاثه، يومين ثلاثه. هي مرات عندها ترتيب لحياتها، عندها طريقه ضبط في تربيه اولادها، فالبيوت مش فنادق، البيوت لها حرمتها ولها خصوصيتها. لكن طبعا احنا مع ان يكون في ضيوف، مع احترام الضيوف واستقبالهم، هذا اكيد من جماليات مجتمعنا، لكن لابد ان كل شيء يكون عنده ضوابط مش قيود، ضوابط. ومعانا اخر اتصال اليوم تقريبا، اخر اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا عائشه، منين تكلمي فينا يا عائشه؟ من جدابية. أهلا بك إن شاء الله. وأنت بخير وعافية، أهلا بك وبكل أهلنا في جدابية. كيف الأجواء في جدابية؟ صفت شوية ولا قاعدة تراب؟ لا الحمد لله، الحمد لله، كل شيء في طاعة الله، الحمد لله. إن شاء الله ربي ينعم على بلادنا كلها بالأمن والأمان والأجواء الجميلة. تفضلي الهوى لك. يا رب إن شاء الله. أسمعي، أنا سمعت حاولي تنقصي صوت التلفزيون، بعدي على التلفزيون شوية. تمام تمام. القصة نتاعت المرأة، ونحترم كل الآراء اللي قبلي. نعم. ونحترم قلتلك الآراء اللي قبلي كلهم، والحق يعني صراحة النار ما يحسها إلا اللي وطيها صراحة. نعم. يعني نقول لك كيف، يعني أنا ضد الزيارات اللي وقت الدراسة بالذات. وقت الامتحانات نقدر درس اللي جايتهم، مرات يبقى هو مش مستعد، يبقى مريض، يبقى عنده ظروف يعني مش مهيئ انه يستقبل حد، واللي جاي بيدهور بيهدرز بي يعني يقدر الظروف ويبحث الموضوع من جميعه يعني. جميل جميل. أنا جميل. يعني شنو، مش قصة وكال ولا شرب ولا، لا لا بالعكس، لما نكون جاهز نفسيا هذا أهم شيء. نعم. الضيف يعني على اللي يجيه، يعني الجود بالموجود. نعم. فهمتي كيف؟ نعم. حابه تضيفي شيء؟ يقدر ظروف الشخص. نعم، جميل جدا، جميل جدا يا عائشه،
بارك الله فيك، جزاك الله خير، شكرا لمداخلتك معنا، شكرا لك عائشة، شكرا لكل من شارك معنا في حلقتنا اليوم، سواء بالاتصال سواء بالتعليق أو حتى محاولة الاتصال أو حتى أنه هو عكس الموضوع على نفسه، أسقط على نفسه وعلى حياته وشاف كيف الوضع عندنا في بيوتنا، لأن احنا في الحوش وأسراره، الغرض أن احنا نحاول تغيير مفاهيم المجتمع في الاتجاهات الصحيحة، الاتجاهات اللي فرضها شرعنا أولا، ثم العلم، ثم مجتمعنا أعرافنا وتقاليدنا. وصلنا لآخر حلقتنا اليوم، وزي العادة في الختام نعطوا الحل لصاحبة المشكلة ونسقطوه على الواقع عموما. الله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه العزيز وإذا قيل لكم ارجعوا فرجوا، يعني وهذا في تحديد، أصل الآية هذه نزلت في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحشم يقول لأصحابه أنه هو ما عندهش قدرة الآن أنه هو يجلس معهم، فوضع ضابط شرعي للاستئدام في الزيارة، ومش بس الاستئدام، كان قالوا لك روح روح وما تزعلش، وهذا كان في صحابي يمشي يضبح على عائلة يعرفهم صلة رحم لي، فما كانوش يفتحوا له، فكانوا يقولوا له أنت علاش تمشي وهم ما يفتحوا لك وانت تعرف ان بيردوك، فقالهم كنت نبي نكسب حاجتين، الاول انني صلت الرحم، الثاني ان هم ما يفتحوا ليش، يعني قالوا له ارجع هيك معناها، واني ما نزعلش، بالتالي يعني طعت امر الله وكسبت اجر. يعني لو نحاول ننظر للمواضيع باتساعيه، لما الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا، الله خلقنا أدرى بينا، فبالتالي كل نفس لها قدراتها. في ناس تحب هيك إن واحد ماشي واحد جاي، والظروف في اللي عنده صغار، في اللي عنده حد مريض، في اللي فيه مشاكل، مرات الزوجين بيناتهم مشاكل ما لحقوش يقعمزوا يناقشوا مشكلة، إنه مش حيفتحوا حياتهم قدام حتى لو كانوا أهلهم، بس ما ينفعش. احنا ما نتكلموش عن الزيارات العادية، بس الزيارات الإقامة، لأن تجيني كتير كتير جدا، خاصة الآن الموضوع بدي يبان في ليبيا. ليه؟ لأن بدأت فيها البنات تطلع من مدنها، ما كانش فيه، كان غير كان عريسة جديدة مشت لبلاد تانية وبجوها أهلها، وديما الأهل على القلب يعني. لكن اللي صار الآن إن في كثير من مدن الليبية صار فيها بعض المشاكل، بعض الضرر، فطلعوا ناس من مدينة مشوا لمدينة أخرى، فيبدو حتى اللي يبدأ بس من شارعهم ينزل عليهم، ففعلا الموضوع هيك أصبح صعب جدا. فأنا قبل نوجه رسالة لصاحبة المشكلة، نوجه رسالة للمجتمع عموما، أنت تقول أنا جاي يومين ثلاثة، وهذاك يقول يومين ثلاثة، وهذاك يومين ثلاثة، في النهاية حياة الناس هي كلها أصبحت مباحة، معاش لقوا وقت لنفسهم ولا لتربية أولادهم ولا حتى للحظاتهم الخاصة. عشان هيك لازم احنا نتعلموا ان احنا نكونوا حساسين، وأصلا من عرافنا أن يقولك الضيف يخفف، يعني أرحم من زار وخفف، فنحاول ان احنا نخففوا على الناس، مش كل شيء أكل وشرب، مرات الشخص هذا يكون مقتدر جدا بس هو ما عندهش طاقة الآن لأسباب خاصة، لظروف، لتفاصيل في حياته، مداير ضوابط ما يبيش حد يخترقها. فزي ما نبي نحترم حد يحترم حياتي، لازم نحترم حياة الآخرين، هذه أولا. ثانيا لازم ان احنا نعرفوا ان في فرق بين الزيارات والتواصل الاجتماعي واباحه البيوت بالمطلق، ان اللي نشوفه في البيت نجي نعاوده نقوله، نتدخل في حياتهم، نتدخل في تفاصيلهم، زي اللي اتصلوا الان وقالوا يتدخلوا حتى في قرايه اولادهم واكلهم او شربهم، فهذا الموضوع حساس. علشان هيك المجتمع يتحرك بينا احنا، نبدو بنفسنا. كيف نبدو؟ أنا ماشي إن شاء الله لأختي زي ما قالوا اللي معانا، نقول أنا جاي بعد كده، يناسبك أو ما يناسبك، نبدأ ليه الأول؟ يناسبك أو نخلوها يوم تاني، يعني ما نحطهاش في الأمر الواقع، لأن كثير من الأشياء تصير بسيف الحياة، سيف الحياة هذه كارثة، أنا الواحد بس متحشم مني، فأني ما نخليلاش باب للحشم، أنا من الأول نسكر، ما نقولش أسمعي راهو اليوم بجوك بعد صلاة التراويح، لا، نقول أشحن اليوم بجيك بعد صلاة التراويح، بس كان عندك حاجة ومشغولة، شوف اليوم اللي يناسبك، من الأول نعطيها، باش نكون مرتاح وهو مرتاح. مع بعضنا نكون مرتاحين. أما صاحبة المشكلة، أولا عليك بالصبر، ثانيا حاولي أن أنت تلاطفيهم بالكلمة الطيبة، وأن تقولي لهم مثلا بأسلوب يعني ياريت كنتم بلغتوني قبلها، فهذا الأمر ما فيش حياة ولازم إحنا نتعلموه، مش حتزبط البيوت بإكبت إكبت إكبت لين يصير الانفجار، هذا شرع الله ولازم نطبقوه في بيوتنا، والله والله مش حتصطلح حياتنا، مش حنكون مرتاحين، مش حتعمر بلادنا أصلا إلا إذا كان رجعنا لشرع الله في كل الأمور، مش بس في العبادات، في المعاملات، في الحياة، وإحنا محتاجين جدا، محتاجين إلى إرجاع هذا الأمر في حياتنا. ثم أحسب لي اللي قدامك زي ما تحسب لي نفسك، نحاولوا نحن قدر الإمكان نراعوا مشاعر اللي قدامنا ونكونوا خفاف، وأيضا نتعلموا أن نخشوا لأي مكان احنا لا نشوفه ولا نسمعه، نحاول قدر الإمكان أن نخفوا اللي شفناه، ولو حد
صار قدامه موقف أو بدي فيه أي شيء يحاول إنه هو ينسحب، لأن احترامنا للبيوت هو احترامنا لأنفسنا، وجعل الله بيوتنا دائما عامرة ورمضانكم كريم. وما تنسوا غزة بالدعاء، وما تنسوا الخلاص في الإخلاص. في أمان الله. We'll be right back.